السؤال الرابع، يقول السؤال الرابع: أوجد الحد الخامس من المتتالية، أوجد الحد الخامس من المتتالية الهندسية 3 6 12 إلى غير ذلك. أعطانا متتالية هندسية ويريد منها الحد الخامس. طلاب، طبعا قلنا سابقا تتعين المتتالية الهندسية بمعرفة أمرين، من هما؟ الحد الأول والأساس. أحسنتم، تتعين المتتالية الهندسية بمعرفة الحد الأول والأساس. لذلك لو أمعنا النظر في هذه المتتالية، حدها الأول كم يساوي؟ ثلاثة. ثلاثة. إذا لدينا أي واحد يساوي 3، طيب الأساس R ماذا يساوي؟ ممتاز، أحسنتم، أحصل على الأساس بقسمة أي حد على الحد الذي يسبقه، كلامي دقيق، أحصل على الأساس منها المتتالي بقسمة أي حد على الحد الذي يسبقه، مثلا 6 على 3 أو 12 على 6، 6 على 3 والتي تساوي 2، إذا الحد الأول 3 والأساس R يساوي 2، إذا الحل لدينا الحد الأول 3 والأساس R يساوي 2، وفي عندي قال N يساوي 5، هاي مشان شو N؟ لأنه أنا مطلوب مني الحد الخامس، لذلك رح أنطلق من عبارة الحد العام أي N التي تساوي أي واحد بآر أس N ناقص واحد، ورح عوض في عبارة الحد العام، انظر رح انطلق من عبارة الحد العام ورح عوض في عبارة الحد العام، ماذا سوف أعوض في عبارة الحد العام؟ رح عوض أي N هي أي خمسة، وأي واحد أنا بعرفه والآر أس خمسة ناقص واحد، لماذا؟ لأنه أنا لازم أحسب المقدار أي 5، لذلك أقول نعوض هذه المعطيات في عبارة الحد العام، عبارة الحد العام كانت أي N التي تساوي أي 1 بR أس N ناقص 1، نعم راح أعوض الـ N هي 5 لأنه مطلوب مني الحد الخامس، أقول أي 5 تساوي أي 1 بR أس 5 ناقص 1 وعليه أي 5 هاي المطلوبة، الاي واحد نحن بنعرفه والار نحن بنعرفه والان عوضناها 5، اقول اي 5 تساوي 3 ب 2، لماذا؟ لان الحد الاول 3 والاساس 2 اس 5 ناقص 1، يعني 3 ضرب 2 اس 4، انظر 3 ضرب 2 اس 4، طلاب انا بحسب القوه بعدين بضرب 2 اس 4 هي 16، 3 ضرب 16 والتي تساوي 48، وعليه الحد الخامس لهذه المتتالية يساوي 48، نعم واضح. لدينا الآن السؤال الخامس، يقول السؤال الخامس: أوجد المتتالية الهندسية التي حدها الأول 81 وحدها الخامس 1. السؤال الخامس: أوجد المتتالية الهندسية التي حدها الأول 81 وحدها الخامس 1، يعني بدي المتتالي الهندسي أي 1 أي 2 أي 3 أي 4 أي 5 وهكذا، حيث أن الأي 1 هو 81 والحد الخامس أي 5 1، أنا بعرف الحد الأول والحد الخامس وعلي إيجاد المتتالي، معناته لزاماً علي لازم أوجد الحدود 2 3 4، وجميعنا يعلم أنه تتعين المتتالية الهندسية بمن؟ بمعرفة حدودها، وشلون أنا بوصل للمتتالي الهندسي؟ شلون بوصل لحدودها؟ بمعرفة مين؟ الحد الأول بمعرفة الأساس والأساس وآر، تمام، إذا بمعرفة الحد الأول والأساس. طلاب لدينا الحد الأول هو 81، أليس كذلك؟ الحد الأول أي 1 يساوي 81، والأساس لحنا لازم نحسب الأساس مجهول، أليس كذلك؟ لحنا لازم نحسب الأساس، كيف سوف أحسب الأساس؟
انظروا جميع الحال. إذا قلنا في الواقع تتعين المتتالية الهندسية بمعرفة الحد الأول والأساس، نحسب الأساس R انطلاقا من عبارة الحد العام AN التي تساوي A واحد بR أس N ناقص واحد، راح عوض الـ AN هو مين؟ A خمسة، نعم، وراح عوض الـ A واحد هو A واحد بR أس خمسة ناقص واحد، لأن أنا اخترت الـ N تكون خمسة، نعم، أو لأن مو أنا اللي اخترت أن تساوي خمسة، لأن الحد المعطى هو الحد الخامس، أليس كذلك؟ إذن لدينا، إذا نحسب الأساس R، لدينا الحد الأول 81 والحد الخامس 1، نعم، لنعوض A1 و A5 في عبارة الحد العام، ونعوض A1 و A5 في عبارة الحد العام AN التي تساوي A1 بR أس N ناقص 1، نعم، راح أعوض الـ AN هي A5 والـ A1، نعم، معطات عندي الـ A5 1 والـ A1 هي 81 والـ A والـ N راح أعوضها 5، انظر A5 تساوي A1 بR أس 5 ناقص 1، لاحظ عيني الـ A5 عوضتها 1 والحد الأول عوضته 81 بR أس 4، وعليه R أس 4 تساوي الحرة على المقيد 1 على 81، ومنه إذا R أس 4 هي 1 على 81، وعليه R هي الجذر الرابع للعدد 1 على 81. أنا أقول R هي الجذر الرابع للعدد 1 على 81، والتي تساوي الجذر الرابع للبساط على الجذر الرابع للمقام. الجذر الرابع للواحد بدي عدد أضربه بنفسه أربع مرات يعطيني واحد، مين هو راح يكون؟ واحد. الواحد أحسنته. بدي الجذر الرابع للواحد وثمانين بدي عدد أضربه بنفسه أربع مرات يعطيني واحد وثمانين. ثلاثة. ممتاز. ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة، ضرب 3 27، ضرب 3 81. إذن الأساس R يساوي إذن 1 على 3، الأساس R يساوي 1 على 3، وعليه نحصل على المتتالي الهندسي. لاحظ الحد الأول 81 أضربها بثلث، يعني 81 ضرب 1 على 3 البسط بالبسط والمقام بالمقام، يعني 27 ضرب تلت تسعة، ضرب تلت ثلاثة، ضرب تلت واحد، ضرب تلت تلت، ضرب تلت واحد على تسعة، ونحن ماشيين. نعم، انظر، نحصل على المتتالي الهندسي 81 ضربناها بتلت حصلنا على 27، ضربناها بتلت حصلنا على تسعة، ضربناها بتلت حصلنا على ثلاثة، ضربناها بتلت حصلنا على واحد. واضح طلاب؟